Hi, Mary Claire Arabia. لما كنت صغيرة كنت أعشق شيء اسمه ميك اب. كنت أكثر شيء من الميك اب كنت أحبه هو الليبستكس. I was obsessed with lipsticks. طبعاً أمي كانت دائماً ما تخليني ألبس ميك اب. Because she used to always tell me, you're so beautiful, you don't have to wear ميك اب. بحكم شغلي أني هواية أشتغل بالميك اب وهواية أتعلمت أشياء عن الميك اب. ونفسي نفس كل بنية لما كنت صغيرة كنت دائما ألعب ميك اب أمي، أحط الأحمر على البنفسجي والبنفسجي على الأصفر. It was a mess. بس رح أعطيكم نصيحة يا بنات، أبدا لا تغطون عيوب وجهكم، هذا هو الجمال، جمال الروح وجمال الوجه. والجمال الروح هو أحلى جمال. بس يعني a little lipstick won't hurt.